ما يزال أبناء محافظة السويداء يدفعون فاتورة فوضى السلاح وانتشار الفلتان الأمني في مدينتهم من أرواحهم. وفي آخر التحديثات ذات الصلة لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون إثر اشتباك مجهول الأسباب دار بين عائلتين في شهبة. موقع السويداء 24 يقول في التفاصيل إن القصة بدأت بخلاف بين شابين سرعان ما تحول إلى اشتباك مسلح. مصادر محلية أشارت إلى استخدام كل أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع انضمام أفراد من العائلتين إلى المشهد لينتهي بسقوط القتلى. منهما 2 كانا قد قدما من أوروبا قبل عدة أسابيع ليلاقوا حتفهم في بلدتهم. وسط ذلك شهدت ساحة المدينة إقفالا تاما في حين أفرغت أسواقها بشكل شبه كامل رغم اقتراب عيد الأضحى وما رافقه من ازدحامات قبيل حصول الفاجعة، بالإضافة إلى انتشار الحواجز التابعة لطرفي الاقتتال ناهيك عن التزام المدنيين بيوتهم خشية عودة الاشتباكات التي لم تهدأ وخوفا من ردود فعل انتقامية. لكن ماذا يفعل السلاح بأيدي المدنيين؟ يجيب ناشطون أن السلاح متوفر وبمتناول الجميع ولا توجد صعوبة بالحصول عليه لا سيما من قبل الشباب ممن يتبعون لفصائل مسلحة في المدينة وريفها، فضلا عن لجوء بعض العائلات إلى اقتنائه لأسباب تتعلق بتوفير الحماية خشية من اعتقالات قد يقوم بها النظام أو مهاجمتهم من قبل تنظيم الدولة. إذن خطف، سرقات، فلتان أمني، انتشار عشوائي للسلاح، مشاهد تختصر الحال الذي وصلت إليه السويداء. كل ذلك على مرأى ومسمع نظام الأسد الذي يلعب ليس فقط دور المتفرج بحسب الأهالي بل هو المتهم الأول بالوقوف وراء ما يعيشونه من هذه الفوضى.